هذا سائل يقول: ما حكم زيارة الأرحام الذين يتهمون أهل السنة بالكفر، حيث يقولون الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وهؤلاء هم الوهابية وهم الكفار؟ على كل حال، هذا ما يضر الوهابية ولا يضر أهل الخير وأهل الحق أنهم يسبهم أعداؤهم. الرسول صلى الله عليه وسلم سبه المشركون وقالوا ساحر وكاهن وكذاب وغير ذلك من الأوصاف، والسلف الصالح سبهم خصومهم وأعداؤهم ولم يضرهم هذا، وهذا ليس بغريب. وهذا القريب إذا كان مبتدعا أو كان عنده شرك بعبادة القبور والأضرحة فإنك تقاطعه، فتجب مقاطعته وهجره، يجب هجره ومقاطعته حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.